ابراهيم، كنا بنتكلم ان الاهلي ما لقاش حلول النهارده، ما لقاش حلول، ما فيش اي حلول عند لعيبه الاهلي، وده بيمثل يعني خطوره على الاهلي، لان النهارده معظم الفرق النهارده اللي هتلعب الاهلي هتلعب بنفس الاسلوب. ايه الحل؟ الحل اللي لازم يبقى فيه اعاده في التشكيل شويه، لان في لعيبه خدت فرص زي طاهر محمد طاهر، خد فرص كتير جدا على مدار السنه. دلوقتي ده موسم التاني ليه، الاداء بتاعه غير مرضي ليا انا شخصيا، مفيش واللي انتاج يعني، مفيش انتاج. ما في بدون فايده يعني. انا بص اقولها تاني والله، يعني كهربا مع اختلافي في كهربا في اوقات كتير جدا، يعني واخد بالك، كهربا لو في اسوأ حالاته مش هيبقى وانضم اتنين مهمين جدا، مش هيبقى بالشكل عمار اللي فيه حمدي طاهر واحمد محمد عبد طاهر. القادر. انا هجيب لك اللي هو الاقرب ليه شويه، اللي هو اللي انت محتاجه. كهربا بقول لك لو سيء مش هيبقى اسوأ من طاهر محمد طاهر على ما يعني. كهربا لو بياخد الفرصه اللي طاهر محمد طاهر بياخدها، اعتقد ان دلوقتي كان المستوى خلي بتاعه بالك هيفرق بشكل تحركاته كبير جدا. مؤثرة على علي معلول جدا جدا، هو مؤثرة مؤثر علينا احنا شخصيا. على فكرة جودة، اقول بجد لك حاجة، تحركاته معلش يعني انا برضو باكد بايد كلام ابراهيم، ان تحركات طاهر النهارده ملخبطه قفشه وحسين الشحات، كله وعلي معلول هو الناس اللي بتلعب عامل فعلا قدام. دوره، يعني عامل لان حقيقي. هو على فكره فكره غيرهم يعني، هو هم كان متعود معلش مع على حاجه احترامي تانية. لا، وهم انا فاهم يعني تمام، دايما لعيبه الكوره، لعيبه الكوره الكويسه بيبقى سهل ان هي تلعب مع بعض. عايز الكره كمان في رجله، لا هو سهل، عايز انت فاهم المساحات. وخلاص اوتوماتيك، اول ما خطه يبص هو كمان. يعمل الكوره، بص انا انما ما فيش حتى مشكله النهارده تشوف كذا بس مره. ايجابيه، يبقى في ايجابي. انا ما يعني ما مع احترامي يعني انا ما بشوفش ليه دور لا في كابتن ميدو الملعب. قصده ان هو مش مؤثر على مش مستواه بس، ده مؤثر على على الناس اللي اللي حواليه حواليه ده كمان. شيء طبيعي. انا لما بيبقى لعيب ما عنديش انتاج ليه بديله الكوره بتتقطع منه او ما في بلا فايده، طبيعي ان انا شفت الكره النهارده اللي قفشه راح داخل بيها الشوط الاولاني، وراح طاهر داخل لجوه وراح قفشه مباصيها وراه، شفتها ولا عشان لا؟ هو تحرك ايوه مستعجل، لان هو اتحرك في حته بيتحرك لا غلط. يمكن ابدا بالظبط، انه يقدر يتحرك فيها، بيتحرك كان غلط. المفروض يفتح وحسين شويه الشحات برضو هيسهلها النهارده حتى على قفشه. مش حسين الشحات اللي كان من فتره، يعني احنا انا في فتره كنت بهاجم حسين الشحات على مستواه. انا شايف ان حسين الشحات النهارده انا ما شفتوش في الملعب، ما كانش ليه دور ايجابي. يعني النهارده انت عندك فقط اتنين مهمين جدا، عنصرين هم اللي بيقدروا ينقلوا لك الملعب ويخلوك تبقى ليك شكل، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. لان برضو خلينا ندي عذر شويه لقفشه، قفشه هيعمل ايه في وسط مجموعه بعيد عن مستواها؟ طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، محمد شريف برضو بعيد تماما. انا اول مره اشوف النهارده محمد شريف بيتحرك غلط. الفرصه اللي ضاعها في اول الماتش اثرت عليه، اثرت على تركيزه. هو لان هو مش عايش مع المباراه، هو فجاه لقى نفسه انفراد. طب جوده، في وقت من الاوقات لما مدرب بيلاقي ان لعيبه الدايره بتوعه مش عارفين ان هم يستلموا الكره بشكل كويس، ومش عارفين يصنعوا لعب من ديبر بوزيشنز او حتى بدري في الملعب، تمام، بيختار ان لعيب زي رقم زي قفشه مثلا يروح يسقط يبقى نمره 8، تمام، وينزل لعيب زياده في الهجوم. تمام. هل انت شايف النهارده ده كان ممكن يبقى يعني حل؟ ده يعني المفروض يا كابتن ميدو، يعني اشكرك واسقف لك على اللي حضرتك قلته. ده بالظبط اللي كان لازم يحصل، لان انا برضو يعني هي انا عندي مشكله ان الراجل واقف على الخط عنده مشكله، يعني تقريبا عنده مشكله في اداره المباراه. ومش يعني عايز اقول لحضرتك، بطوله سهله جدا ممكن تخلص 90 دقيقه، برضو مش عايز ارجع لورا ومش موضوع اهلاوي وزملكاوي، والله برضو بطوله الدوري كانت سهله جدا، ضيع نقاط غريبه جدا. عمرنا ما تعودنا ان النادي الاهلي في الامطار الاخيره يا كابتن ابراهيم من الدوري بيفقد نقاط، كان دايما بيبقى العكس. لو حضرتك يعني بيبقى متاخر وبيتقدم، فهو عنده مشكله كبيره جدا في يعني انت شايف ان النهارده كان ممكن ان قفشه يسقط يبقى ده نمره مهم 8 جدا، وتنزل وخصوصا مثلا يا واحد كابتن ميدو يعتبر الفرقه اللي بتلعب قدامي العشرة تحت الكوره. يعني انا مفيش ريسك لو في الهجمه المرتده خالص، انت لو حضرتك افتكرت لي طبعا مع احترامي الشديد ليهم، ولكن ده اسلوب لعب كابتن عبد الحميد بسيوني بيلعب بيه، مش امكانيات اللعيبه. عنده امكانيات لعيبه كويسه جدا، ولكن مش هتقدر تفتكر هجمه واحده لنادي طلائع الجيش. لو حضرتك افتكرت لي هجمه واحده، انا يعني هو ما كانش عايز ياخد اي ريسك. ده اللي اقصده، كان في تحفظ يعني بس مفيش انت كمدير فني تحول. الفرقه اللي قدامي يعني لازم اعمل التغيير ده مهم جدا جدا، لان طب انا الاثنين مش في حالتهم. مش حد يلعبني كوره، عايز حد يلعب كوره، مش هلاقي احسن من قفشه. وكنت ممكن انزل حسام حسن طالما انا هعتمد على الكرات العرضيه او الكرات الطوليه، فاعتقد مش عايش مع المباراه مستر موسم. خد بالك برضه رحيل المساعد بتاعه ده اكيد اثر بشكل كبير جدا. ليه بقى؟ ده شيء طبيعي. خد بالك انا ببقى ممكن اوقات ببقى مدير فني ببقى مرتاح مع المساعد لا طالما بتاعي. قبلت، يعني انت قبلت يا كابتن ابراهيم ان ده يرحل وانت تقعد،
بس خلينا نتكلم ان ما تقبلش هزيمه النهارده النادي الاهلي في السوبر المصري وقبليها الدوري، خد بالك خلت اللي يبقى فيه بعض المشاكل شويه هتحصل في الفتره الجايه ما بين الاداره وما بين المسلمين. انا واحد كاهلاوي كنت اتمنى يكون يعني يكون في حاجه في الجهاز الفني اكتر منها فلوس. انا هقول لك ان هو الموضوع ده دي على مسؤوليتي انا الشخصيه. معلومه عندك يعني واحد مش معلومه يعني تغيير في يعني تغيير في الجهاز الفني لان يعني موسيماني يمشي. انا ده رايي طبعا. ده وارد طبعا وارد على فكره طبعا. خد بالك هيحصل اعاده تقييم. ليه يا جماعه الراجل كسبان بطوله افريقيا وكسبان بس يعني خد بالك بطولتين يعني لا بطولتين ورا بعض، انت بتتكلم بطوله الدوري وبطوله سوبر مصر. فدي برده في النادي الاهلي برده النادي الاهلي برده خد بالك ان في اقل من شهر ولا شهر ونص الاهلي يخسر بطولتين. لا وخصوصا بدون اداء وبدون شكل وبدون يعني ما فيش اي تحضير للمباراه خالص. اعتقد ان ما فيش اي اعتقد إن يعني في الفتره الجايه لو الاداء فضل بالشكل ده وارد ان موسيماني ممكن يمشي في خلال فتره قليله.